باعتين خطاب رسمي للأمن، عايزين الجمهور يرجع. يعني بعد أحداث امبارح الأهلي النهارده بعت خطاب عايز الجمهور يرجع، فشايف موقف مال لسه حالا جاي من النادي حالا. انا شايف الخبر بعده الجواب هيبعتوا جواب بكره ان شاء الله باذن الله. هيبعتوا جواب بس هم خلاص هم بلغونا كصحفيين في جواب رسمي هيطلع بكره بعوده الجمهور، بيطالب بعوده الجمهور ونقل مبارياتهم لاستاد القاهره او برج العرب او سويس طالبين في جواب هيتبعت رسمي. انا شخصيا ضد الموضوع ده تماما زي ما قلت لك، انا ضد عوده الجمهور للاهلي بقى للزمالك للالتراس تقييمك لموقف المجلس ايه يا كابتن؟ والله هو المجلس بيحاول يحتوي كل الامور في صالح الجمهور، واضح جدا يعني مش محتاج تقييم. يعني هو اي واحد في الدنيا يعني لو اي واحد ارى الموقف اللي انت بتتكلمي عليه دلوقتي واللي الاستاذ بيتكلم عليه دلوقتي وهم بيحاولوا يحتوي، بس في احتواء بيأثر بالسلب وفي بيحتوى مهدد ليه؟ زي من اول ما جم لغايه دلوقتي مهدد، مش ده اللي بيحصل؟ خلي بالك اصل هي قد تكون سياسه نادي او سياسه مجلس اداره. طب ما هو سياسه مجلس اداره السابق كابتن حسن حمدي كان فيها تقريبا كده ده برضه، كان يعني بيغض البصر عن حاجات كتير تخص التواصل كمان، وكان فيها تواصل مظبوط. فدي سياسه قد تكون سياسه لغرض معين. ايه هو الغرض المعين؟ حبا في الجمهور او ارضاء للجمهور؟ ما هو طبعا ما احنا كلنا بنشتغل ولا بيمتصوا غضب الجمهور او بيمتصوا غضب الجمهور، ما كلنا بنشتغل في كل حته عشان النتائج وعدم الاستقرار اللي موجود في الفريق، وعارفين ان الجمهور على طول بيقف لهم يعني بالمناسبه. بس هل انت يعني برضو هم لو بالتفكير ده يبقى هم الحقيقه برضو ما بيفكروش صح. ليه؟ لان الجمهور لو النتائج وحشه والله لو جبت لهم لبن العصفور صحيح. لو جبت لهم ايه هيهاجم ويشتم وما عندوش ما فيش حاجه اسمها جمهور كذا. عشان كده دايما انا احب اللي يطلع يتكلم يطلع يتكلم بصراحه وبحق وبحب. انا بحب طب انا بعمل كل كلامي علشان انا بحب الجمهور وعايز الجمهور يحبني. امال انا شغلتي ايه في الحياه؟ هو مين اللي عمل فلان او مين اللي عمل مجلس اداره النادي الاهلي ده؟ ما جمهور النادي الاهلي. خلاص من حق مجلس اداره النادي الاهلي طبعا ان هو يهادن الجمهور وان هو يعمل كل ارضاء الجمهور وكل حاجه، بس يا جماعه رضوا نفسكم الاول. يعني رضوا نفسكم الاول اقعدوا مع بعض. تكلمتيني من يومين ثلاثه على موضوع الاستقالات ومش الاستقالات والكلام ده، حصل اللي قلت لك عليه مش هيحصل حاجه. هم لازم يقعدوا مع بعض ويحطوا سياسه لنفسهم، لكنها قد تكون سياسه مقبوله على فكره. يعني الناس كلها عماله تهاجم المجلس ده وتقول ان هو بيهادن مع الجمهور. طب ما هو مجلس كابتن حسن حمدي كان بيعمل كده، مجلس إدارة نادي الزمالك السابق كان بيعمل كده برضه. خلاص كل واحد وطريقته ومجلس إدارة ومجلس إدارته، يعني كرئيس نادي ومجلس إدارته من حقه إن هو يختار السياسة اللي يمشي عليه. السياسة دي قد تكون في نظر البعض صحيحة وقد تكون في نظر البعض خاطئة. مظبوط؟ طيب في نظر البعض صحيحة هتلاقي اللي صحيحة بيشيد بيها، خاطئة يبقى الخاطئة هيقف ضدها. أنا شايف ان انا ضد، انا شخصيا ضد اللي هم بيعملوه، لان انا ضد عوده الجمهور في الاساس. لان لازم يكون هناك قانون للرياضه، ومن داخل قانون الرياضه يبقى فيه قانون لشغب الملاعب هيتم فيه كل حاجه. كل حاجه بقى يبقى اللي رايح الملعب عارف ان في كاميرات بتصوره، عارف ان هو لو رمى حاجه كاميرا هتجيبه، هيقعد في البيت سنتين بقى، ما فيش واحده بعد كده هتروح تعيط ام الولد ولا حاجه تروح تعيط ولا حاجه. لا ده قانون وبيطبق، انت فاهمه؟ لكن انت دلوقتي مع احترامي لو حد دخل وعمل مشكله هيحصل ايه؟ مفيش حساب. هتلاقي الشرطه، وبعدين الشرطه هيبقى هيحصل عنف بس وشد. لا الشرطه في القانون هيبقى ليها في قانون شغل الملاعب. ما هو قانون شغل الملاعب ده على يعني تطبيقات. هو الوزير كان في حوار خاص لصدى البلد قال ان هو القانون شغل الملاعب كله جمهور تحول لمشرع الجنائي. هي الوزاره هتحدثهم فيه بس بوجهات نظر من وجهه نظر الرياضيه، لكن هو يبقى مشرع جنائي. يعني هو فعلا يبقى قانون مش بقول لك ايه، مشرع جنائي مشرع مش عارف ايه. في الاخر انا يهمني ان انا اشوف في قانون عقوبات متفعله كمان متفعله، وان الشرطه يبقى معروف. انا كجمهور رايح الماتش عارف دور الشرطه ايه. خلي بالك ما هو مش جمهور بس، ما هو الجمهور يقول لك ايه؟ الشرطه بلطجيه. لا ما هو خلاص ما انت مش هتقدر تقول كده. مش هتقدر تقول كده ليه؟ عارفه ليه؟ لان انا عارف ان الشرطي او ان العسكري اللي واقف ده لو غلط فيا انا هعرف ارد عليه ازاي. بايه؟ بالقانون.
شغب الملاعب اللي هيبقى موجود. انا لازم انا رايي ينزله لكل مشجعي كره القدم لما يتعمل يعني قانون ويقرر يكون متاح في كل حته يكون متاح في كل حته علشان الناس كلها تبقى عارفه انا كجمهور دوري ايه. انا شخصيا هلتزم بالقانون ده, انا كاسلام هلتزم بالقانون ده, وهخلي الشرطي او العسكري اللي قدامي يلتزم بالواجبات اللي عليه, لان هو من واجبه ان هو يحميني وانا داخل الملعب. لكن يحميني ايه وانا رايح اشجع فريق بشكل محترم, مش رايح اقول الداخليه بلطجيه ورايح اقول بعيدا كمان عن العسكر السياسيه والتدخل. بالظبط كابتن اسلام معلش انا